هل تامحك ابو سليمان؟ اجيب قصه الوالد يا ولد. خلاص كمل كمل يا ابو صالح. يا ابو صالح والله قصتك ذبحنا بالضحك من حركاته. انا شفتكم يقلدني كيف انا اتبع ما اقول يا حلو الرجال يا حلو الرجال اللي قلد صالح. اصبح الملك لله ثانيا هذه الفرصة المباركة واليوم المبارك الهاطل بالأمطار إن شاء الله حرفيا إن شاء الله. فأرجو لأن جاني اتصال أرجو من المشاهدين والمشاهدات والحاضرين والمقتربين والبعيدين السماح لي لأن عندي مكالمة وبسلم المنصب لأبو لا لا ما هو برأي أنا قني رأي لا 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 وقت من الزمن ما استلم وقت من الزمن يا رجع رجع بخير الزمن. السلام عليكم ورحمة الله. قد انتهت الحلقة لنا مقابلة بكرة إن شاء الله. البرنامج وين خلاص البرنامج وين رايح؟ وين رايح؟ خلاص قدم الحلقة. أبدعت أبدعت خلاص. لا 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 يعني هل أنت الآن قومتك هذه اجلس 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 هل انت الان يوم قمت للحين متنازل عن التقديم او ماذا في قلبك؟ لا لا ابي الحاجه الذوق الفاكهه ايه لكن منها بسيط ابي شيء اليوم شيء تاكله بكره انا فاكهه. ابو علي ابو علي الان ناخذ اراء الشيباء يا ابو علي هلا بكل يعني حياديه قراركم ترى بيمشي. انت تأيد ان ابو تخيل يمذيع ولا يقعد خوي وبس؟ والله كان تبغى تقفلون القناه كلها الحين ابو علي وكلت عليه كان تبغى تقفلونها كلها نايل هو يا اخي انا افضل اني احط له كرسي بجنب الناقض اللي علف لا ويحلف شو يقول؟ البر انا راعي انا راعي صل على محمد. لا 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 صل على محمد هذا اللي هنا صل على محمد اقعد وجوالك لا في صادر عطني جوالك. طيب ابو علي هذا رايك اي ابو علي العمري ترى ان ابو تخيل يستمر مذيع ولا يقعد مع الضيوف وخلاص؟ انا ارى انه يستمر في المجلس يعني ما يجي مقدم ما يصرح. طيب هذا فين الشعر مجموع ابو سليمان رايك ترى انتبه ابى اقول لك حسنا يعني شوف القناه هذه انا فيها 10 سنوات مثلا لو حلفت لك اني ما قد جاها مثل مره علي انه ما قد مر علي اليوم يعني يستمر ولا لا؟ ترجع والله لا طلع مع الصور ما طلع مع هذا ولا ثلاثة يعني خلاص ثلاثة خلاص انت صالح هلا يا ابو صالح نعم 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 يا ابو صالح ابو صالح هو ندري ترى مش بهذا المرة ما توقف معي قصتك اللي قلت ما ندري وش قلت من عامل اسبابه اي والله شوف تضحك واجد قلدني ما شفت يا ابو صالح والله شوف يقول بيحة الزي يقول بعمامتي النظافة يا حركاتي انا شوف واجد الحين يا ابو صالح نعم نعم ترى انه يستمر مذيع ولا لا يستمر لا معكم خوي لا لا خوي. طيب انا اقول تارة وتارة ايه لا 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 يوه يا على مجنة وانت كذلك طيب ابو صالح يعتبر امتنع عن التصويت لكن لحد الان الكفة مايلة ثلاثة يقولون لا باقي عبد الرحمن ابو عبد الرحمن شوي ابو عبد الرحمن انت عمر السلامة اول اول شيء حقيقة كنت معارض بشدة من بدري لكن تلحقي لكن تلحقي لكن الرجال عقب انه ما جاء والعقال عدى طعمرك الدور تقليد هذا قلت اي قلت تقليد والدبار لا تقابل بكره حركه نعم وعطى وعطى المنصب حقه من الترزز اي تمسيحه على هذه كلها بس العمير ما بيعمر وقرات الرسائل وقرات الرسائل ترى هذه فكره مبدعه اي نعم نعم كون جواله كشح ما فيه يعني احنا ما قلنا تمثيل يا ابو احنا بقول لك يواصل مذيع لبيت الحكمه ما يصلح هذا بعد ايش في رمضان في رمضان شهر المبارك في رمضان في رمضان شهر رمضان الايام ذي لا طيب خلص اي خلص طيب صلوا على النبي دقيقه يا ابو عزيز لا تعرض دقيقه يا ابو الله يبارك فيك انا ما دامكم خلصتوا كلكم وجمعتوا اني ارجع لمنصبي اشكر لكم ثقتكم نعم هذه الاولى الثانيه هي عراف العرب والقبائل نعم انا رجال طلاب حق اسلم منكم امام الجماهير وامام الناس الرجل هذا تنازلت عن منصبي له محبه وتقدير واعطيته منصبي قلت فداك يا ابو تخيل الواجب منه يقوم يقدم البرنامج لا تسوي نفسك انك ما تشوف الواجب انه يقوم يقدم البرنامج ويتصرف بشخصيته الخاصه ويبدع في كلامه ويتصرف الرجل جاء هنا وقام ياخذ نظارتي ويقلدني ويتمكر بحركاتي فان كانكم يا وجيه العرب
ترضون مدير برنامجكم ومقدمكم يضحك بهذا الطريقه؟ لا تعلموني وانا اقنع، وان كانكم ما ترضون فانا ابغى حقوق الرجال منه، وانا رجال متنازل له عن منصبي. انا اسلم يا ابو عبد الرحمن، عندي افاده. لا لو سمحت ادعيت يردون الشباب بعدين يقولون التحق ولا الربع. انت ادعيت علي والمدعي لازم له كلام. انا المنصب اول مره اجي فيه وانت رجال مذيع على المنابر والعلوم الطيبه وما يسمع. وانا لما اجي على اي منبر قبل اليوم فانا اطبق حركات ربنا ينجح مستقبل. مستقبل يا ابو طارق. ابي اخذ بالي لما اطبق حركات وما تحل لحية وهذا وكذا. يعني يا ابو تخيل سامحني انا مغربي يا رب ننجح والله بربع يعني حركات يا ابو عبد الله. يا ابو صالح بارك الله فيك يا ابو صالح والحاضرين والمشاهدين. انا قلت تلمس لاخيك 70 عذر. الله 70 عذر يا ابو صالح. بيح ابو تخيل والله بيح يا ابو تخيل. والله ابو صالح واقول لك تاره وتاره والامور ماشيه واحباب اخويك وتجيب على السياره وتودي. والله يا ابو صالح شهادتك اقبلها كلها لعند ابو تخيل شهادتك مجنونه. الله يمنع. الله يمنع. ايش رايك يا ابو سلمى؟ والله يا طويل العمر الحقيقه يعني اولا ابو تخيل انا اهني البرنامج ما شاء الله صراحه. الله يحفظك. ابو سلمى انا ابغى الحق حنا وقف ابشر به الحق من بغيته. لا الحق قايم صراحه يعني لكن هذا لا يلغي طال عمرك يعني مكانتك وثقافتك وحركاتك امام المايك وطال عمرك تصرفاتك هذه جميله ولكن الحقوق بين الرجال. ايوه ابغى الحق. الحقوق بين يا الاحمر يا ابغى الحق. اقول لي حق ولا ما لي حق؟ لك حق. ها لك حق. لي حق. اي يا العمري لي حق ولا ما لي حق؟ لك حق. يا شمراني لي حق ولا ما لي حق؟ حق انزل. يا مطيري لي حق ولا ما لي حق؟ لك حق. هذول اربع قبائل مطيري وشمراني وعمري واحمري. اي طبعا حربي رايه معروف يعني ما معك. طيب الحين اربع قبائل حكمه. طيب. اللي حقا عليك. طيب. ترضى بحكم الاربع قبائل ذولا ولا لا؟ انا عندي معارضه. تعارض اربع قبائل؟ عندي معارضه. ايوه انت دعيتني من بدة لا كلمني كلمني. لا لا كلمني يا ابو سلمى. يعني هم ظالمين؟ ظالمين انا مظلوم وابغى العداله في منك. يعني هم ظالمين اربعه وقعدتني بالعقال والمرايات وقعدتني بالمنصه وقمت اقول كذا بدي وامسح لحيتي واقول كذا بالغتره شوف واتكلم وشكيت على نفسي وعلى مستواي وتبي على مستواي شوف وبالاخير لا تقدمت عليك معروض ولا اقول شيء صح. وحتى اني في وقت يمكن في غدا مستعجل ولا غدا لا مستعجل. انا بقول الرجال الحين اشكك فيكم كلكم. لا بقول انتم ظالمين. انا بقول لك انا اقول يا ابو تخيل انا اقول انك اولا طال عمرك لا يلغي طال عمرك مكانتك وجدارتك لكن يقول لك الاعتراف بالحق فضيله. نبغاك طال عمرك قدام المشاهدين. لا انا ابغى حق. انا يا ابو سلمى تعترف اعطوني حقي ما اخذه ولا خلي تعطيني اللي انتم تعترف طال عمرك تقول ما انا طال عمرك انا اعترف لك يعني اني صار مني هذا ولكن ويبرك يقول الحق لك يا ابن ختان وبعدين اخذ ولا اعي انا هم احنا بنطلبها بوجيهنا وقلت ترى احنا طالبينك لكن اعترف من دخل راسي من رمزه شغلك شغلك عارف حركات يمكن اسامحنا ممكن اسامحنا ها اشيك لك عيني احنا بايل انا احنا بنطلع هنا اربعه رايقين يا ولد اربعه ايش علم ان شاء الله 10 خش خش شوف ايش اسمه ابو تخيل شو اسمه هي كلمه والله بيعود الحق خمسه حقوق ما يتكلم عليك تتكلم علينا الحين ايوه كم لو 10 قول والله لو كم 10 شوي هرج مع رجلي تدرون يا الربع اخويا ونشامه ولا المذيع الجديد ولا المذيع الجديد القديم ولا المذيع الجديد ولا المستمعين ايوه المستمعين دول ان شاء الله بشيت الله وانا من الحيين أيوة. ان شاء الله يا الربوع اللي مو بعض ما له دخل ما له دخل يا حبيبي ما له دخل حتى تدور المشاعر ما له تدور المشاعر هذا حق تروح من هنا خلاص الربوع اللي مو بعض يا الرجل ذولا انا الرجل اللي حياته واللي مو يعني انت مع عرض الحق طالب الحق اللي ربع اذا نجلس اعطيك قراري انا اجلس يا مرزوق القحطان اجلس اعطيك قراري انا عندي البرنامج اجلس 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 ايوه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى اعلن قراري بما لدي من صلاحيات بانني مدير البرنامج والمقدم حقه واعلن من هذه الساعه فصل ابو تخيل من هذا البرنامج ما شاء الله ومن بكره الوعد الساعه 10 ترونه معنا ما شاء الله سلامتكم جميعا لا باقي لنا عنده
باقينا ما حصلنا لك بعد الموضوع الثاني استعت البارك يا حد قعدت والله انا بعت العشاء اسمع اسمعني بتغير ها بعد اسبوعين يمكن يفكر لا لا ما ذحين ابشروني اليوم والله ولا ما عاد بجلس تقعد هناك انت ابشر ولا انا وكيل الامن ابويا لا لا وتعيين وتعيين ابو علي مدير الامن بب 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 ايش بب بب ايش هذه في شيء وش تقول في شيء شي؟ ابو علي قول قول في شيء اليوم مخرب مخرب ما هو الاسباب اللي تبطلني قولوا لي ما هي الحاجه اللي تبطلني بها ما اقول لك انا ايه؟ اخطيت علي واخطيت على الرجال ذولا ايش اخطيت تقول لو يجيني 10 ها وذولا ظالمين كيف ظالمين يا ابو تخيل يا ابو تخيل اخويا اخذ ذولا اسمع يا اخوي زينها ترى عشانك الكثر قلب الشجاعه اسمع الكثر قلب الشجاعه في مخرج تكتب وكلام الرجال يقول معزول الرجال لا كلمت معزول انه يجي معنا اي نعم 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 يا ابو صالح نعم نعم يرضيك اني يخطي علي وعلى اخويانا لا والله الخطا مرضى يا ابو صالح الخطا انا مرضى خلاص انا وش تبي تقول لي اقول هي خربت هي كان جايينها ورجعني احنا ماني عليها وبذبح الذبيحه عاد انا طالبكم تردونا على ما كان اول والله يا ابو صالح لا تهرجني يا ابو صالح وتخلونا على مجراه والله ما عاد اتقدم وما يقول خلاص الرجال يقوم واقف يعتذر ويحلف انه ما له قصر لا حول ولا قوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان عندك عندك وتعذر ايه مبارك من الجميع من الجميع لا من مبارك اول شيء من مبارك انا ايه ايه صح من مبارك لا انا عارف انك من بختان انا ضيع لا اقرا ولا اكتب يلا وجهك اوصاد اوصاد من بختان ابن مبارك الاكلبي ايوه قول اعتذر يا مدير القناة سعود العتيبي اعتذر يا مدير القناة سعود العتيبي وسعود العتيبي ايه وناصر الغامدي ايه من والمخرج الحوتة والمخرج الحوة الحوتة ايوه يقول الحوة من بختان مبارك الاكلبي اي نعم ختان انه يردني على بوصب بما قدمني فيه ووخرني والحمد لله قد بغت تجي وفكرنا رب العالمين يلا واعتذر من اخوياي الحاضرين كلهم واخوياي الحاضرين مساء الخير وقد اخطيت وقد اخطيت انا وقد اخطوا علي وسمحهم الله يا سلام يا سلام على يا سلام على انك بس دقيقه روح روح تعال 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 دقيقه خليني اروح تعال دقيقه لا لا يروح تعال عندك ابو تخيل لاننا ان شاء الله نمثل العفو والصلح في المجتمع انا وانتم من يسمع نعم اي نعم فانا تقدير لاخويانا ما شاء الله طلبة ابو صالح ما شاء الله الله اني يكسر يدينا دايم عندك انت ايه نعم اعفي عنك ذا المره وارفعها الله يطول عمرك ويرفع قدرك لا تسلم لا تسلم والله ما تحلف والله حلف ما تحب غيره انا حلفت انا خلاص حلفت 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 ارجع ارجع يا حرام يا حرام شوف حلو شوف انا نيتي اقول ما تسلم بالخلل ترى اطرح الرجال على الرجال يا يلا ما شاء الله الله يهدي ابو تخيل الله يهدي بيض وجه وجيهكم الله يسلمك الحقيقه ان اضافه بالنسبه لابو تخيل الله يطول عمرك يا ابو صالح سامحنا قطعنا سالفه كبير لا لا ما حطنا قصتك مع والدك الله يعفو عنه ونرجع لابو علي ان شاء الله يختم لنا مشاركه